اوكي، هلا رح نبلش بالليكتشر الجديده اللي هي بتحكي عن سكين ايجينج. فخلينا اول شيء نتاكد حضرتوا الفيديو تبعت اللايرز اوف ذا ديرمس والابيديرمس. أنا حضرت دكتورة. طيب بهاء كنا عم بجاوب بهاء، وطبعا الجميع لازم يكونوا حاضرينه لانه هو يعني included in the material في هذا الشابتر. دكتور حضرناه. طيب شو مين بده يحكي لي عنه؟ من ايش بتتكون السكن؟ دكتور السكن بتكون من 3 layers، epidermis من برا لجوا، epidermis derms و hypodermis. Very good. الهاي الابيديرمز بتتكون من 5 طبقات. البازل لاير اللي هي بتم فيها انتاج الكيراتينوسايت، بتطلع الخلايا شوي شوي من طبقه لطبقه لما توصل للستراتم كورنيوم وتكون عباره عن ديد فلاتن سيل. بعد البازل بيجي الستراتم سباينوزم وجرانيولوزم والسيديوم، واخر حاجه السطحيه، الطبقه السطحيه وبتسمى بالعربي البشره الستراتم كورنيوم. Very good. غير بهاء. Stop بهاء. إذا بهاء حكى لنا إنه السكن بتتكون من 3 layers، الإبيديرمس اللي هي uppermost layer، والديرمس اللي تحتيها، والسبكيوتينيوس layer. وحكى لنا إنه الإبيديرمس عبارة عن keratinized stratified squamous epithelium، بتتكون أول إشي من البيزل سيل layer اللي هي تعتبر cells أو بنسميها إحنا stratum germinativum where mitosis occur in this layer. وستارت موفينج، او احنا بنسميها هاي البروسيس الكيراتينايزيشن بروسيس، ان ويتش الديفرنت لايرز اوف ذا ابيديرمس ويل فورم. الابر لاير اللي ابوف البيزل سيل لاير اسمها البريكلي لاير، بعدين الجرانولار لاير، ذن الستراتم لوسيدم او الكلير لاير ذات از فاوند اونلي ان ذا ثيك سكن لايك بالمز اند سولز. فا اكتشوالي يعني السكن اذا بدنا نحكي عن parts أو layers of the epidermis, it makes of 4 layers. لأنه clear layer أو stratum lucidum found only in thick skin, and the upper most layer سميناها stratum corneum where it is made up of only keratin that is embedded in lipid matrix. Very good بهاء. هذه layers of the أو هذه هيك باختصار حكينا عن الepidermis. هلأ مين بيحكي لي layer اللي بعديها؟ غير بهاء، يعني هذه كلها مشاركة. دكتور الطبقة اللي بعد الديرمس عن طبقة الإبيديرمس هي الطبقة الثانية. طبقة الإبيديرمس فيها محمد فيصل، استنى شوي. حكينا بهاء عن الإبيديرمس اللي هي أنت بتحكي عنها، الطبقة اللي بعدها. هلا خلص. أوكي هلا الديرمس. Very good محمد. محمد الديرمس. Yes. الدكتورة الديرمس هي اللي بتكون فيها الأوعية الدموية، وهي أصلا مثلا إذا بدنا نعطي دواء بيكون دواء يعني حسب ما يكون كريم أو باتش، الطبقة هاي بيصير امتصاص الدواء. يعني فيها بتكون موجود الكابيلاري والبلود فيزلز. محمد يعني تقريبا دخلت بفارماسوتيكال بوينت اوف فيو، احنا بدنا نحكي من كوزماتيك بوينت اوف فيو. مين بيقدر يحكي لي عن الديرمس من الكوزماتيك بوينت اوف فيو؟ اوكي، زي ما حكى محمد انه الابيديرمس does not contain any nerves or any blood vessels، ف it takes its nutrition or oxygen from the underneath layer اللي هي الديرمس. ف it will يعني زي ما حكينا gives the nutrition للابيديرمس. بس الديرمس من ايش تتكون؟ انا بيهمني مكوناتها من ناحيه كوزماتيك بوينت اوف فيو حقيقه، يعني هي أكتر شيء بتهمنا من ناحية skin aging بالإضافة للإبيديرمس طبعاً، both will affect the aging of skin. إحنا هلأ we are talking about skin aging، فإبيديرمس will be affected and also dermis، بس الديرمس dramatically will be affected. فمين بيحكي لنا عن الديرمس from the point of the cosmetic point of view؟ دكتورة الديرمس تتكون من بصيلات الشعر والغدد العرقية المسؤولة عن إفراز العرق والإفرازات بشكل عام يعني. أوكي تمارا. تمارا لحد الآن حكتي لي الإشي اللي برضو اللي أنا ما بدي كتير إياه،
يعني هون انت وضحتي لي انه زي ما حكى لنا محمد انه السنسوري نيرفس سيستم والهير فوليكل والسكريتري جلاندز ار فاوند ان ذا ديرمس، هيك قصدك انه الهير فوليكل اند ذا سكريتري جلاندز ان كانت سويت جلاندز او سيبيشس جلاندز they are found or they are embedded in the dermis. بس أهم شيء أهم شيء دكتورة كمان موجود فيها الكولاجين صح؟ very good، هذا اللي بدي أفهم أعرفه. هلأ اتفقنا إحنا إنه الإبيديرمس عبارة عن cellular structure صح؟ أما الديرمس أما الديرمس is not cellular structure, is made up of connective أو fibro elastic connective tissue. That's هي هذا اللي بيهمنا، اللي هم الكولاجين and الإلاستين. وفرجعنا بال طبعاً الكولاجين والإلاستين هم لأنهم fibrous connective tissue they should be supported by an amorphous gel إحنا بنسميها أو ground substance. من إيش تتكون هاي الground substance أو الamorphous gel اللي supports الكولاجين والإلاستين؟ يعني هلأ الكولاجين والإلاستين تخيلوها زي network أو meshwork، فهاي طبعا أكيد بده يكون فيها space between هذه space في إشي اسمه ground substance، وهاي ال ground substance برضو with age will be reduced. من إيش تتكون غيداء؟ غيداء The ground substance من إيش تتكون؟ غيداء كأنك بدك تكوني بدك تحكي صح؟ ما سمعت صوت، كأنه أنت حاطة ما كان في صوت. طيب غير غيداء اللي حابب يحكي من إيش بتتكون The ground substance، لأنه both are important. دكتورة تتكون من الووتر والجلايكوبروتين صح؟ excellent. فإحنا بهمنا نعرف إنه اللي between these connective tissue اللي هي خليني أرسمها اللي طبعاً حكينا هذا هذا الإبيديرمس اللي هي cellular structure made up of many layers with thickest part هو الديرمس. والديرمس طبعا هون between الإبيديرمس and الديرمس في عنا إشي layer أو يعني membrane بنسميه dermal epidermal junction بكون على شكل papules أو هاي papillae. طبعا هذا البارت اللي هو الديرمس والpapillae اللي بتكون جزء من الديرمس اللي هي اسمه papillary layer. في عنا الديرمس بتكون من two layer، thin layer بنسميها البابيلاري layer والثيكر layer اللي هي هون تتكون بنسميها reticular layer. هدول بتكونوا من connective tissue. connective tissue اللي هم الكولاجين والإلاستين. البابيلاري layer الconnective tissue تبعتها هيك بيكون يعني very thin connective tissue اللي هم الفايبرس connective tissue اللي هم مين؟ الكولاجين. وطبعا الإلاستين بتكون موجودة برضو within the collagen، بس الميجر هم الكولاجين. أما الريتيكولار لاير بتكون الفايبرس connective tissue موجودة very thick هيك بالطريقة هاي ومرتبطة مع بعض interconnected، فهذه الفايبرس connective tissue أوكي اللي هي الكولاجين. والإلاستين بيكون موجود برضو، خلينا نحطه بلون تاني، بيكون interwoven within the collagen. فهدول بيكونوا thicker، عشان هيك هاي بنسميها reticular layer اللي فيها type 1 ولا 3 collagen. مين متذكر 1 ولا 3؟ type 1 collagen. هذه type 3 collagen اللي بيكون thin and delicate 1، عشان هيك رسمناه very thin. واللي رسمناه thick اللي هو type 1 collagen اللي بيعطينا strength للدرمس والsupport للدرمس. و 80% of the dermis is a thick dense type 1 collagen هذا type. اوكي مش عارف ايش ما عم بكتب من هون غريب. طيب هلا in between هذا the space في
between هاد السبيس في عنا نسميها الجراوند سبستانس، وهاي الجراوند سبستانس ميد اب اوف glycoproteins plus glycose aminoglycan. من الاكزامبلز الويل نون اوف جلايكوز امينوغليكان الهيالو يورينيك اسيد، اللي راح يحكي لنا عن الفيلر راح يشوف انه الفيلر ميد اوف هيالورونيك اسيد اللي هو بيعطي للديرمس السبورت لهذا الماتريكس اوف كونكتيف تيشو and it maintain water distribution and control the domain or the volume of this water. فعشان هيك it's important انه نعرف انه هدول الميوكوبوليساكرايدز والامينو شوجرز اللي بتكونوا من الجلايكوبروتين والجلايكوز امينوغليكان هم اللي بيعطونا الهايدريشن اوف ذا سكن. ومهم نعرف هدول اللايرز اوف ذا ديرمس والابيديرمس، عشان هلا لما نحكي عن سكن ايجينج لحالك رح تقول لي ايش سبب الكرونولوجيكال ايجينج مثلا. اوكي اي ثينك انه كانت هذه المحاضره اللي انا بعطيتكم اياها من ناحيه اللي قلت لكم احضروها، اللي هي مكونات الديرمس والابيديرمس وكل واحدة ايش بتحتوي اللايرز وايش هي الكومبوننتس اوف ايتش لاير. هلا في بعض المعلومات اخذناها بالاندر جراديويت زي مثلا الجرانيولار لاير الموجوده في خليني اذكركم فيها، زي ما حكيت انا في طلاب يمكن ما حضروا معنا الاندر جراديويت، في عندنا باللاير اوف ذا ابيديرمس في عندنا واحده من اللايرز بنسميها الجرانيولار لاير او الستراتم جرانيولوزم، وهي انا بحب دائما اتذكروها لانه فيها جرانيولز بنسميها كيراتو هايلين جرانيولز، وهدول الجرانيولز they produce the structural protein of the skin، فthey produce الفيلاجرين اللي بيهمني اكثر من اللوريكرين، والثاني لوريكرين. الفيلاجرين ليش بيهمني؟ لانه it is digested بصير له proteolysis. فيلاجرين is a protein وهذا طبعا rich with histidine. الفيلاجرين بصير له digestion لانه بروتين، يعني proteolytically digested بتكسر بالانزيمز. طبعا قبل اول شيء لازم يصير له dephosphorylation وبعطيني الامينو اسيد. هدول الامينو اسيد هم الميجر بارت اوف NMF الناتشرال موسترايزنج فاكتور. حتى هاي الـ NMF with age بصير لها reduction، فبرضو حابة تكونوا تعرفوا عن الفيلاجرين. طبعا الـ cells of the dermis، ايش الـ cells of the dermis؟ dermis cells، ايش هم الـ dermis cells؟ اهم cell في الـ dermis دكتورة ستراتم كورنيوم؟ لا 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 هيك متخربش. دكتورة الفايبروبلاست؟ اكسلنت. الفايبروبلاست هذه اللي انت حكيتها ستراتم كورنيوم اول شيء اللاير ان ذا ايبيديرمس اتس نوت ا سيل. احنا بنحكي وات ار ذا ديرمس سيل. اهم وحده الفايبروبلاست اللي هي بروديوسز الكونكتيف تيشو، سينثيسايز الكونكتيف تيشو. فالفايبروبلاست هذه كمان with age راح يقل its synthesis of these connective tissue اللي هم الكولاجين. connective tissue أصنع فيهم الكولاجين and الإلاستين. طبعا في other cells زي الماست cell. الماست cell طبعا involved in the synthesis of heparin اللي هو anticoagulants والهستامين and the anti أو the inflammatory mediators the responsible إذا صار في أي cut إنه هي تعمل هذا defense. طبعا in addition إلى histiocytes أو fixed macrophage اللي هي involved في the engulfing of any debris or any bacteria. بس اللي بيهمني تتذكر إنه الديرمس فيها الفايبروبلاست. أما الإبيديرمس إيش فيها؟ بيكون عادة the cells of the epidermis. epidermis cell أهم سل الكيراتينوسايتس very good تبع التصبغات أيضا موجودة بيها. أحسنتي والميلانوسايت.
هدول مهم تعرفوا عنهم. طبعا في عندنا other cells موجودة في الإبيديرمس زي الميركل سيلز المسؤولة عن responsible for senses يعني register sensation plus الفاجوسايتس أو الماكروفاج. بس اللي بيهمونا الكيراتينوسايتس that produces كيراتين من اسمها، وهي حقيقة الكيراتينوسايتس كيراتين. الكيراتينوسايتس هي cells of the basal cell layer، هي الكيوبويدال cell of the basal cell layer، فهي اسمها أصلا كيراتينوسايتس. هاي الكيراتينوسايتس هي اللي بيصير لها mitosis و division وبتكون the different layers of the epidermis، and هي اللي بيتم تصنيع فيها الكيراتين. والميلانوسايتس اللي بتصنع الميلانين، واللي عشان نتذكر الميلانوسايتس هي طبعا scattered along the dermis dermal epidermal junction، فهي موجودة في البيزل سيلير. طبعا هي في لها fingers like projections عشان لما تصنع البيجمنت تروح ترميها وين؟ في الكيراتينوسايتس. عشان هيك التانينج takes time عبين ما تصير differentiation لل different layers of the cells، عبين ما توصل للtop layer اللي هي الكورنيو stratum corneum. يعني أنا حابت أعطيتكم إياه بسرعة هذا بالفيديو على أساس إنه ما رح نرد نعيد شرحه. فهيك إحنا we covered the anatomy of the dermis and the epidermis. بضل في عنا يعني بعض الشغلات يمكن we didn't cover، اللي هي مثلا dermal epidermal junction اللي هو عبارة عن a cell membrane that separate أو a zone that separates the dermis من الإبيديرمس، وشكلها بيكون wavy. وفيها إشي اسمه هيمودزموزوم، وفيها إشي اسمه anchoring fibrils، لأنه بعض ال beliefs إنهم they think إنه losing the anchoring fibrils will make the skin sag بصير ترهل إلها أو بصير wrinkling بسبب if we lost the anchoring fibril. فهيك باختصار حكينا عن الديرمس والإبيديرمس. إذا بدكم أي معلومة زيادة بتقدروا ترجعوا زي ما حكينا للأندر جراجوات كورس تقرأوا عنهم، أو الكتب اللي أنا أعطيتكم إياهم تقرأوا عن layers of the dermis والإبيديرمس. أوكي، أنا طبعا عشان أكون صادقة معكم عشان ما أظلم حدا على حدا، لأنه قراءة أي تشابتر بده ياخد منك وقت، فبرد برجع بشوف الفيديو اللي أعطيتكم إياه عشان يكون يعني تقريبا الإشي اللي نحكى بالفيديو هو اللي رح يكون مغطى في المادة. أوكي، لأنه أنا بالأندر جراجوات غطيت أكتر بكتير من الفيديو المعطي، بس هاي بس تذكير لكم عن layers of the skin. هلا بدنا نحكي عن الأيجينج. The aging begins down as long as طبعا في شغلة بدي أحكي لكم إياها يمكن مش موجودة anywhere، إنه as long as you are alive free radicals will be generated in your body. والfree radicals حقيقة هي اللي بتعمل attack على الكولاجين، بتعمل attack على البروتين أو الدي إن إيه، وبتعمل لنا دمج. ف والفري راديكال أو هاي الروس اللي احنا نسميها reactive oxygen species هي important for the hemostasis of your body. بس إذا صارت exceeded this will cause wrinkling أو causes aging. هنا لما طلع فكرة لما نحكي عن الميكانيزم of skin aging رح نحكي عن مش بس ال aging of the skin، ال aging in general اللي من ضمن أسبابه وأهم أسبابه هي ال generation of the reactive oxygen species اللي حكينا هي مهمة، موجودة مهمة تكون موجودة بجسمك، بس ما تكون exceed exceed اللازم زي ما بقولوا عشان ما يصير في عنا دمج للسل. It begins the day we are born and highly individualized. طبعا أكيد من individual to individual it will be different. طبعا depending on the genetic factor. No single measures of how old a person is. ما في عنا أي measures to detect how the person will age. And it proceeds at different rates in different individuals. فممكن واحد يصير عمره 40 يكون
الايجينج او هي لوكس مور ايج دان واحد عمره 60. بس شو بصير؟ اهم شيء تتذكر انه بصير في عندنا gradual decline in the function of your organ reserves with reduction in the ability to maintain hemostasis under stress. هلا لما نحكي عن الديكلاين اوف اورجان فانكشن، هلا عشان هيك ليش انا اقول لكم لازم تعرف شويه عن الديرمس وشويه عن الابيديرمس. شو راح يصير في هاي الحاله؟ شو راح يصير بالفانكشنز اوف يور سكن؟ وبالتالي this will lead to skin aging. نبلش دكتوره في ان الكولاجين تصنيعه راح يقل، هاي واحده من الشغلات. الجنكشن اللي بين الديرم والابيديرمس راح يصير فلاتنت كمان. Very good. نبلش بالدرمس. الدرمس حكينا في عنده شغلتين مهمات اللي هي هيك إن ليش أنا قلت تعرفوا الاناتومي of the dermis والإبيدرمس عشان تقدر تعرف كيف بيصير في عنا decline للfunctions of these organs. الدرمس فيه connective tissue، فيه اللي هم ground substance اللي هلأ عرفتكم عليها، فيه السكريتري جلاندز، اوكي تقريبا يعني هاي الاشياء اللي بتهمني. هلا نبلش الكونكتيف تيشو، مين بصنعها؟ الفايبروبلاست. هلا هاي الفايبروبلاست with age كمان الفانكشنز its function will be reduced، وحتى it may reach to a point where it will be dead. يعني بصير لها apoptosis أو it will enter what is called senescence. وبالتالي it will not perform its function. No perform لل functions. إيش ال functions تبعتها؟ إنها to produce the connective tissue. فشو بصير في عندي decline in this connective tissue اللي هي الكولاجين والإلاستين. In addition برضو الground substance بصير لها reduction، برضو الفايبروبلاست ترى produces these ground substance وبرضو بصير لها reduction. السكريتري gland اللي هي زي sebaceous gland produces sebum، sebaceous gland. والsebum is important lubricant. It is lubricant and طبعاً فيه نيتريك أوكسيد اللي act as fungicides. فبتصير السكن عرضة أكتر لا حتى في peptides are produced in the fibroblast that also is reduced. وبعض هدول peptides act as antimicrobial peptides. فبالتالي بصير السكن prone to infection وإكزيما ودراينس. هاي كلها سببها إنه كل هاي functions of the organ is declined أو صار لها atrophy. في إشي خلل في ما عماله بكتب من فوق ومن شئتين، فعشان هيك أنا مستغربة atrophy. أوكي بصير atrophy لكل هدول الأورغانز، وبالتالي كل functions تبعتهم بيصير له declining، عشان هيك بصير في عنا aging. هذا بالنسبة للدرمس. فحكينا احنا gradual decline in organ function. بالنسبة للإبيديرمس أهم إشي هلأ في كمان حكى بها يمكن الديرمال إبيديرمال جنكشن بيكون على شكل إيش اللي هو هادي زي ما حكينا الزون اللي between الإبيديرمس والإبيديرمس اللي سميناها ديرمال إبيديرمال جنكشن. ديرمال إبيديرمال جنكشن بتكون دائما على شكل هي wavy أو على شكل undulating appearance. شو بيصير لها with age؟ بتصير بطل شكلها wavy، ببلش يقل ال waviness. اوكي فهذا بنسميه flattening ل this dermal epidermal junction. فشو رح يصير بالsurface area؟ بيقل ولا بيزيد؟ بتقل. نعم بيصير في عنا reduction للسيرفيس area، لأنه هنا أنت شوف كيف السيرفيس area إنها undulating هيك، فبتكون السيرفيس area high. وبالتالي السيرفيس area راح تقل and this will lead to something called sagging. sagging يعني ترهل. أوكي
هذا بالنسبة هلأ الجنكشنز، خلصنا من الجنكشن. هلأ بالنسبة للإبيديرمس، إيش أهم شيء بيهمني في الإبيديرمس؟ أهم شيء بيهمني في الإبيديرمس اللي هي عملية الكيراتينيزيشن بروسيس. الكيراتينيزيشن بروسيس طبعاً هون ببلش تغير شكلها، بصير مور فلات، بعدين آخر إشي بتصير بري فلات وميد أوف ستراتم كورنيوم. هاي البروسيس بنسميها الكيراتينيزيشن بروسيس، اللي هي كيراتينيزيشن بروسيس. خليني أكتبها باللون الأخضر، كيراتينيزيشن بروسيس. عملية الكيراتينيزيشن بروسيس هي عملية الديفرنشيشن والموفمنت of the cells from the basal cell layer up to the stratum corneum، اللي هاي it takes in young individual نفرض 15 ل 30 يوم. As we get old this process will be slowed down، will slow down. بدل ما تاخد 15 أو 30 يوم رح تاخد نفرض 40 يوم دي. طبعا شو رح يصير؟ رح يصير في عنا accumulation of dead corneocytes in the upper layer اللي تعطينا dull skin، رح تعطيني dull skin، dull appearance. وطبعا حتى عملية الشيدنج رح تقل with age. فالكيراتينيزيشن process أهم شيء نتذكر الكيراتينيزيشن process، it will slows down as we get older and this will give the appearance of dull skin، لأنه new plumpy cells are not formed. فبهاي الحالة دائما احنا شو بنعمل مثلا بعد بايج ال 30 وال 40؟ بنحفز الشيدنج، لانه الشيدنج الريت اوف شيدنج از ايكوال تو ذا ريت اوف مايتوسيس. كل ما انت عملت شيدنج كل ما بيصير في عنا formation of new cells او mitosis او division في البيزل سيل لاير and the movements of a new cells to the upper layer of the skin. فبالإبيديرمس الكيراتينيزيشن بروسيس بتتأثر، الشيدنج برضو بتأثر، بيصير في عنا accumulation of hump of dead corneocytes. طبعا هاي cells of the stratum corneum بنسميها corneocytes مش كيراتينوسايتس. هاي السل بنسميها كيراتينوسايتس، بس هاي السل بنسميها كورنيوسايتس، كور من ستراتم كورنيوم، كورنيوسايت. كمان طبعا رح يصير في عنا ريدكشن للفورميشن اوف الليبيدز، الليبيدز اللي ان بتوين ذا ديرما الكورنيوسايتس والاويلز اللي بتعطينا هايدريشن للسكن. وكمان اهم شيء كمان الان ام اف، شو بصير؟ بصير كمان ريدكشن او بتقل الان ام اف ان يور سكن، اللي هي بتعطينا اجين موشرايزيشن للسكن. فكل شيء بتتذكروا عن الديرمس والابيديرمس شو بصير له؟ اتروفي وذ ايج. نرجع باك للسلايدات. Facial aging، إحنا هنا بيهمنا facial aging. It begins with the surface اللي هم أول إشي the upper layer the epidermis and the subsurface. حفكرة حتى ما حكيناش عن the hypodermis أو subcutaneous layer، لأنه هي تعتبر actually part of the skin، مع إنها في بعض الكتب بتقول إنه the skin is just two parts the dermis and the epidermis، بس the subcutaneous layer تعطينا الفات اللي فيها الأديبوسايتس اللي هم الفات سيلز in the subcutaneous layer. Changing begins with the surface and subsurface structural changes in multiple facial tissue layers including the skin والفات حتى المصل وحتى البون. برضو هدول رح نحكي عنهم، لأنه لما يصير في عنا atrophy للبون، bone desorption بصير، هاي راح تؤدي إلى sagging. نفس الشيء المسل is different. هلأ راح نشوف كيف إنه muscles of a young skin is different than the muscle of older one and حتى الفاتس. عشان هيك مثلا subcutaneous layer في الكيدز عندهم أكثر من الolder people، لأنه عندهم الفات سيلز أكثر من عنا، لأنه عندهم subcutaneous layer لسه بتكون فيها many adipocytes. Facial tissue layers age interdependently contributing to overall facial appearance. Changes in one tissue layer it has an effect on the other layer. هو أكيد يعني هذا منطق إنه يصير في أي layer يصير لها change راح تأثر على the other layers.
ايش هم التشينجز اللي بيصير مع العمر؟ الساجينج او الرينكلينج، الكولاجين ريدكشن. كمان راح تصير في عنا ثينينج لبوث الديرمس والإبيديرمس، بيصير لهم ثينينج. عشان هيك هلا لما نحكي عن الريجوفينيتينج ايجنتس راح نلاحظ انهم واحده منهم اللي هي انكريز البرودكشن اوف كولاجين تو انكريز الثيكنس اوف ذا ديرمس، وبرضه الثيكنس اوف ذا إبيديرمس. طبعا الدراينج سببه انه حتى السكن اويلز السيبيشيس اويلز او سيبيشيس سيكريشن اللي هم السيبم از ريدوس، هاي راح تؤدي الى الان ام اف كمان ريدكشن، راح تؤدي الى دراينس. اند اوف كورس وين يو لوز او ريدوس الكولاجين، طبعا الكولاجين مش بس بيصير له ريدكشن وذ ايج، كمان بيصير له كروس لينكينج، وبالتالي بيصير مور ريجيد اند ات ريدوسز اتس الاستيسيتي. هنا بفرجيني الفاتس، الفاتس شوفوا كيف الفاتس على different age، كيف الفات بيختلف من من person من depending on the age of the person. A young look depends on how much the amount of facial fats in the right place. لأنه ممكن يصير له redistribution ويتوزع بمحلات أخرى، وبالتالي رح يعطيني أكيد disfiguring. فالredistribution والaccumulation and الatrophy of fat leads to facial volume loss. عشان هيك في ناس كتير شو بتعمل filler، في منهم بيعملوا filler باستخدام الhyaluronic acid، وفي منهم بيعملوا filler من their own fat عشان يرجعوا distribution of the الفاتس in the in their face حسب ما كان وهم young. Some area will lose the fat خصوصا الفورهيد and cheeks. شوفوا with age كيف صار بالفورهيد fats، هون الفورهيد fats، حتى cheeks fats صارت changed. And other area gain fat الماوث and the jaw، رح يصير في عندهم gaining لا الفات خصوصا الجو، عشان هيك بصير في عنا زي كأنه منطقة الجو بتصير ساقد. And modification of the fat pads leads to contour deficiency، لأنه راح يتغير ال distribution of the fat through the face. يعني مش بس only يعني احنا بنحكي مش بس ال upper layer of the skin اللي هي الإبيديرمس والديرمس اللي راح يصير لها changing، كمان substructures اللي هم الفاتس والمسل، سوري المسل والبون. بالنسبة للبون في قبليها شيء لا الفاتس، بالنسبة للبون كمان راح يصير في عنا change في الفيشيال بون، طلعوا على الايج وكيف صار في عنا change في الفيشيال بون. There is a significant loss of facial bone with age. الaging of the craniofacial skeleton may be due to changes in relative dynamics of bone expansion and bone resorption. فthis bone resorption will lead to biometric volume loss. So without the structural support of bone, you will notice a change in other layer of overlying soft tissue and skin. فالبون كتير مهم، إنه لما يصير في عنا resorption للبون رح يأثر على above layer the bone. طبعا هون بفرجيني signs of facial aging، the forehead lines with temples, changes in the malar area, nasolabial fold. هاي اسمها marionette lines. The chin wrinkles. الجو contour برضو بتغير. بصير في عنا ممكن يصير في عنا كمان vertical lining. بصير في hollow in the mid face. And fat will be lost in your cheek. عشان هيك لما انت بدك تعطي treatments للskin aging تعتمد على ايش عندها البيشنتس. اذا عندها هدول البروميننس اوف ترانسفيرس فورهيد لاينز، طبعا الفورهيد لاينز لما يكونوا ترانسفيرس يعني ممدودين هيك، افضل علاج لها الباتوكس على اساس يعمل ريلاكسيشن لهذه المسلز، وبالتالي اللاينز راح
بصير لها reduction، بس إذا كانت prominent واضحة وديب ممكن نعتاز إلى filler. النيزوليبيال فولس بس فيلر، يعني ما بزبط مع هالباتوكس. حتى هون تشين رينكلز بتقدر تشيك على الشين تبعتك، مجرد تعمل هيك بتلاقي إذا صار في نقاط عليها بتعرف إنه هاي اتنيز باتوكس، هاي بنفعها الباتوكس. الجو كونتور هلأ صار يستخدموا الباتوكس على أساس يعملوا كونتورينج للجو. نفس الفيرتيكال لايننج هاي صعب، لا كونتور ولا حتى فيلر. فهون بيعتمد طبعا، هون طبعا اللوس اوف فات ان ذا تشيك بيعملوا فيلينج في التشيكس عشان يعبوا المنطقه. اكيد الكراوز فيت بغطيها كمان الباتوكس. الكراوز فيت نيزوليبيال فولس بيكم مور بروميننس الهولوينج اوف ذا ميد فيس ات لوزز سكن، صارت السكن لوز with changes in the area around the mouth. في عنا vertical wrinkles lip حتى بصير لها thinning، عشان هيك ممكن نعمل lip augmentation باستخدام الفيلر and flattening of the lips. The developments of إشي بنسميه pre-jowl depression، بصير هون depression في قبل الجو lines. اوكي هلأ بالنسبة لهذا الايجينج ممكن يكون intrinsic أو extrinsic. intrinsic هذا اللي هو chronological aging we cannot change، هذه normal aging. أما extrinsic هي environmental factor اللي هي من ضمنها وأهم سبب اللي هو UV light. طبعا رح نحكي عن other factors. chronological aging أول إشي it is inevitable، يعني you can't avoid. It occurs as part of pre-programmed degeneration within the cells and extracellular matrix in all skin types. هذا ما بتقدر تغيره. Programmed cell death بتصير within your facial skin. Although it begins in the age of 20s, يعني عملياً حقيقة أنا حكيتها لطلابي بالundergraduate at the age of 25. Our organism will be it will decrease the ability to generate natural collagen على age 25. عشان هيك أمر بحكي للطلاب إنه مش تفكر حالك 25 ببلش يصير في عنا reduction of the collagen synthesis that will bring out طبعا wrinkles ولاينز وحتى cellulites ودراينج of the skin. لكن بعد الايج اوف 40 بيصير في عندنا ديجراديشن اوف كولاجين. رح نحكي عن الماتريكس ميتالوبروتينيز اللي بيصير له انكريز وذ ايج، اللي بيعمل ديجراديشن او تشوبينج للكولاجين. ف ات ايج اوف 20 فيزيبل ساينز ار نوت ابيرنت فور ماني ديكيدز. تقريبا يمكن في ناس بيظهر عليهم بعد 10 سنين، في ناس بيظهر عليهم بعد 5 سنين، في ناس ممكن بعد 20 سنة. المهم إنه بيصير ببلش بالعمر 20 ببلش signs of aging تظهر تحدث. يعني the intrinsic aging proceeds at highly variable rates between different people. اللي بيأثر أكيد the genetic factors له an important effect أو impact primarily determined by unique genetic factor and the type of your skin. عشان هيك امرار منلاقي مثلا الدارك سكن age less than white skin. The type of skin is important. من الانترنسك aging اللي هي role of telomeres. هلا يمكن هون مش مشروحه كتير بس مش عارفه انا والله ما دخلتش على سلايدات جميعها، بس انه إيش هو التوليمر؟ التوليمر شو هو؟ مريتوا عليه أو مرت عليكم التوليمر؟ لازم مرت عليكم معي دكتورة. هو تقريبا الجزء من الدي ان اي بتصير له شورتنج من كل عملية ريبليكيشن الدي ان اي. اها very good صح. اوكي انا كنت احكيها لطلابي اشوف مش محطوط عليها كثير، بس خلينا نحكي عنه التوليمر شوي لانه مهم بصراحه.
التوليمر هو تاندم ريبيتس اوف شورت بيز سيكونس اللي هي تي تي اي جي جي جي، يعني ريبيتيتيف سيكونس اوف ذس اللي هي تاندم يعني متكرر عدة مرات، موجودة على الـ end of each chromosome عشان تحميها for protection، عشان الكروموزومال stability أو عشان protection أو علشان تمنع الفيوجن of chromosomes together. هلأ لما يصير في عنا cell division بيصير عنا cell division للكروموزوم without الـ repetition of the sequence of telomere. فالتوليمر are shortened لأنه ما بيصير له copy، بس بيصير copy أو لما يصير في division بس بيصير للكروموزوم، بس لل end of the chromosome ما بيصير في عنا copy، وبالتالي بيصير في عنا erosion أو loss of the توليمر. لما يوصل التوليمر certain length بدخل للسيل into what is called senescence. But this will result in the loss of the ability of the cell to divide. So when the telomere reach a significant or a certain length, the cell will be a will enter اللي هلا سميناها senescence بسبب انه صار التوليمر too short and it will not function and the cell will not function or perform its function. فبالتالي الـ cell morphology will change and its gene expression will change when it reach this senescence. يعني كأنها بنحكي عنها الـ apoptosis. يعني حقيقة الـ telomere، خليني أشوف شو مكتوب هون عشان الإشي زيادة بدي أكتبه بحكي بكتب لكم إياه. التوليمر احنا اخذناها بالمحاضرات كمان الاندر جراجويت في شيء اسمه سيلولار كلوك. السيلولار كلوك معناها ما كانوا يعرفوا شو معناها، بس كانوا يعرفوا انه مثلا الفايبروبلاست بعد سيرتن ديفيجن، فايبروبلاست اللي بتطلع لنا الفايبروس كونكتيف تيشو افتر 50 ديفيجن ات ويل لوزز اتس ابيليتي تو ديفايد. يعني صارت بعديها بعد 50 division it will lose the ability to divide and it what it will die. فيعني بتدخل بالسينسنس and die. اوكي طبعا هاي genetic program، هاي genetic program اللي prevent cell division after certain number of cycle. اوكي هاي ال DNA at the end of the DNA في عنا كروموزوم صار له replication صار توليمر، التوليمر صار له replication أو division بضل هون كل شوي يقصر يقصر لما يوصل a certain length التوليمر ببطل بصير very short لأنه ما صار له with the division ما صار له copy. لما يوصل هذا length خلاص دخلت السيل into senescence يعني صارت dead ف it will not perform its function. هاي سموها cellular clock. ليش سموها cellular clock؟ لأنه لو ما في هذا الجينيتيك بروجرام اللي prevent cell division after certain number of cycle راح يصير في عنا cancer لأنه السيل راح تضلها dividing. شو الفرق بين cancerous cells و non-cancerous cells؟ cancerous cells are immortal ما بموتوا immortal، أما non-cancerous cells they are mortal بعد certain division بعد certain number of cycle depending on the type of your cell, the cell مش شرط كلهم 50 division احنا هنا بنحكي عن الفايبروبلاست depends on the cell after certain number of cycle it will not divide anymore فبالتالي it will die. أما immortal cells زي cancer cells بتضلها divide all over وبالتالي ما بيصير لها death وبتضلها طبعا بيصير لها يعني accumulation لهدول السيلز وبيصير في عنا كانسر. فالسيلز لما تدخل السينسنز مثلا في حالة نفرض الفايبروبلاست مثلا الفايبروبلاست لما تصير dead شو رح يصير في عندي الفايبروبلاست؟ أول إشي رح يزيد عندي السكريشن بزيد الإشي اسمه ماتريكس ميتالوبروتينيز وإحنا حكينا هذا الإنزيم أو هذا البروتين بعمل ديجراديشن للكولاجين
يعني مع العمر مش بس أقل عندي الفايبروبلاست اللي بتصنع لي الكولاجين، كمان راح يزيد الماتريكس الإكسبريشن أوف ماتريكس ميتالوبروتينيز وديكريز الإكسبريشن أوف ترانسفورمينج جروث فاكتور. ممكن هلأ راح نشوفها بعد شوي هاي الشغلات transforming growth factor، هذا كإكزامبل أنا type 2 اللي راح يؤدي إلى decrease الكولاجين in general، خلينا نحكيها decrease الكولاجين synthesis. فإذا أول إشي قلل لي الفايبروبلاست لما تصير تدخل السينسنس، يعني تصير بهاي المرحلة يعني صارت old cell فتغير الجين expression تبعتها، فزاد الـ production of matrix metalloproteinase وقل الـ production of collagen، يعني زاد الـ degradation of collagen وقل الـ production of collagen. بلس طبعاً بصير شكلها كبير، بتكبر إن حجم، cell morphology بتتغير يعني بتصير old أو large and it affect حتى الـ younger fibroblast. إيش كمان أحكي لكم عنه التوليمر؟ التوليمر إشي تاني نحكي عنه. التوليمر كمان لما يقصر بعمل activation لل P53. التوليمر بعمل activation ل shortening. عشان هيك راح نشوف إيش هي الفاكتورز اللي بدها تزيد the length of the tolymer shortening، تقلل sorry tolymer shortening أو تزيد الطول تبع التوليمر. لأنه التوليمر exist على شكل loop configuration، فبالتالي with the replication رح يصير في عنا آخر إشي رح يصير في عنا shortening. لما يصير shortening لهذا التوليمر رح يصير في عنا overhang will be exposed of the tolymer. Overhang will be exposed and this will lead to activation of P53 اللي هو هذا suppressor protein، أوكي اسمه cellular طبعا هذا cellular tumor antigen P53 اللي هو يعتبر إحنا بنسميه suppressor protein. إذا شو بيصير له؟ بيصير له activation لهذا suppressor protein. إيش كمان نحكي عنه؟ إيش تاني نحكي؟ يعني تقريباً هذه الأشياء اللي تتعلق بالتوليمر. راح نشوف الأسباب اللي بتؤدي إلى التوليمر شورتنينج والأسباب اللي ممكن تؤدي إلى، طبعاً هاي راح تكتبوا جنبها بعد، بس يصير في عنا activation للـ P53 راح يصير في عنا apoptosis. أوكي؟ إذن هذا اسمه tumor suppressor protein. هلأ بالمقابل الجسم علشان يحاول يعوض النقص اللي عم بيصير بالتوليمر بيصنع أو في عنده الإنزيم اسمه tolymerase. التوليمerase هو عبارة عن ribo nucleoprotein enzyme complex. هذا التوليمerase will increase أو will add hexameric، طبعا توليمريز it will add a hexameric يعني 6 unit hexameric. احنا قلنا التوليمر عبارة عن TTA GGG repeats into وين على توليمر end عشان يعوض الإيروجين اللي صار مع التوليمر. التوليمريز activity الفانكشنز تبعتها is to add 6 units of the TTAGG على التوليمر end to compensate for the loss of the telomere during الformation أو during division. هلأ in cancerous cells لو إنه التوليمريز is overexpressed which means إنه لما يصير في عنا activation للتوليمريز it will immortalize the cell،
فبالتالي it will reverse the aging of the cell. يعني عشان هيك ما بتدخل السيل into apoptosis وبتضلها divide, عشان هيك بيصير فيها عندنا cancer. أوكي. هلا هون هاي في دراسة من هذا الارتيكل, لو إنه polymerase activity is detected in vitro and in vivo in normal human epidermis, primarily in the basal cell layer, but it is not found in the dermal compartment of the skin or in cultured fibroblasts. It is found, يعني بهاي الارتيكل بوضح لنا إنه هذا polymerase is found in the epidermis. Cytoskeleton and skin aging. شو بصير في حالة لما نحكي عن cytoskeleton؟ شو هو cytoskeleton؟ حدا بعرف شو معنى cytoskeleton؟ أو شو the structure of أو إيش بس بعمل؟ خليني أكتب لكم عنه عشان تتذكروا. cytoskeleton هو عبارة عن complex dynamic network of interlinking protein filaments. Okay, it is a complex dynamic network of interlinking protein filaments موجودة في cytoplasm of all cell. وشو بعمل؟ Maintain. إيش الفunctions تبعته؟ الفunction maintain shape of the cell. Maintain its shape. Maintain internal organization of the cell. Organization of the cell and provide mechanical high cell provide mechanical support la cell عشان تعمل its essential function metal division or movement. فبس شو بصير this cytoskeleton with aging, with skin aging, رح يصير في عنا increase in F-actin filaments, وبالتالي this will lead to increase in the rigidity and the loss of elasticity of the skin. فإذا F-actin filaments will be increased. الفرق بين الأكتين والF-actin, الأكتين is monomer. It is a globular protein. أما F-actin is polymer of F-actin. فبالتالي هاي لما تزيد راح تعمل loss of elasticity of the skin. بالنسبة للإندوكراين system and its effect on the aging. With aging, the level of epidermal precursor of vitamin D3 will decrease. For older individuals, they are more susceptible to deficiency of vitamin D3 in the absence of sun exposure. انتو بتعرفوا انه vitamin D3 بيصير له تصنيع من السكن عن طريق الديهايدروكوليسترول, وبالتالي اللي هو precursor of vitamin D3, وبالتالي طبعا in the presence of UVB. وبالتالي with age هذا رح يقل, وبقل production of vitamin D3. وهذا رح يؤدي إلى أكيد osteoporosis and psoriasis أو skin cancer. الإستروجين مهم كمان. الإستروجين stimulates برضو يمكن من ضمن يمكن البروجيكتس اللي حكيتها أو طلبت منكم تحكوا عنها اللي هي الهرمون and aging, skin aging. إستروجين stimulate fibroblasts to make collagen. عشان هيك after menopause شو بيصير في عنا؟ بيصير في عنا يعني حتى acceleration للwrinkles, لأنه مين المسؤول عن تصنيع أو stimulation of fibroblasts to synthesize أو to make collagen؟ هي الأستروجين. هلأ مين اللي بيساعد أو مين اللي بيخف عليهم هذا الإشي؟ لما يكون عنا fat cells, لأنه fat cells بتخزن أستروجين فيها, وبالتالي
راح تضلها الوحدة لما تكون مليانة راح يكون الايجينج أقل من التن وومن لأنه ما عندها فات سيلز. فالاستروجين والاستيميليت الفايبروبلاست تو ميك كولاجين. فديكريز الليفل اوف استروجين اسوشيتد وذ لوس اوف كولاجين وبالتالي انكريز رينكلز. عشان هيك شو بنعطيهم؟ طبعا هي في ناس بفضلوا ياخذوا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي وفي منهم ما بفضلوا يعني عشان ممكن يعمل كانسر في محلات تانية. بس يعني عادة الناس بتاخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي تو بروتكت ذا سكن فروم ايجينج. يعني مين اللي حتى الستات او الومن افتر منوبوز بحبوا ياخذوا ريبليسمنت ثيرابي من الهرمونز عشان السكن ايجينج اكثر من عشان الاوستيوبوروسيس والى اخره. فهي HRT stands for hormone replacement therapy. Age related changes in metabolic function. Reduced oxidative phosphorylation. ترى حكيت بالريفيو article كتير ما حكي عن الميتوكوندريا. فهذا رح يصير في عنا في الميتوكوندريا بيصير في عنا reduction للoxidative phosphorylation by the mitochondria اللي برضو رح تؤدي إلى changes in the structure and functions of many of the cell وبالتالي رح تؤدي إلى wrinkling. This diminish of the synthesis of structural enzymatic and regulatory proteins. هذا من ناحية metabolic function. Decrease the capacity of the uptake of nutrition. Increase the DNA damage and diminish repair of chromosomal damage and accumulative of oxidative damage in proteins and lipids. طبعا رح نحكي lipofuscin. حقيقة هاي lipofuscin pigment تتكون كمان لما التوليمر بوصل لcertain length فبالتالي السيل will enter senescence and it will accumulate هذه البيجمنتس اللي اسمها lipofuscin pigments اللي احنا بنسميها الليفر pigments او الليفر pigmentation اللي بتكون على الهاندز. And accumulation of advanced glycation end products. رح نحكي عن كمان الايج وكيف كل هذه الفاكتورز كلها بتأدي الى الميتابوليك functions بتأدي الى الايجينج. في ريفيو ارتكلز برضو ذاكرين كل شيء شيء الادفانس جلايكيشن اند برودكتس. حكينا عن الماتريكس ميتال بروتينيز وحكينا عن الميتوكوندريا. بعرفش اذا قراتوها الريفيو ارتكل كثير واضحه وكثير بتوضح شغلات كثيره في السكن ايجينج. المورفولوجيكال التريشن طبعا راح يصير في عندنا irregular and abnormal looped nuclei. راح يصير في عنا swollen للpleomorphic and vacuolated mitochondria. راح يصير في عنا decrease للendoplasmic reticulum and في عنا distortion للGolgi apparatus. كل هذه راح تؤدي لما يصير في عنا change يعني مش change بس الخارجي كمان change الداخلي. كل هذا بيحرح يأثر على skin morphology and wrinkle appearance. هلا خلصنا هيك الاندوكرينولوجي، خلصنا الميتابوليك فاكتورز، خلصنا ايش كمان البون والماء والفات. هلا نحكي عن الانترنسيك سكن تشينجز. في الابيديرمس شو راح يصير؟ الكيراتينوسايتس ديمونستريت سلوور تيرن اوفر اللي هذه ذكرناها انه شو راح يصير في عنا الكيراتينايزيشن بروسيس ويل سلو داونز. الكيراتين سلافس مور سلولي اللي هي شيدينج والسلاف مور سلولي with thickening وبالتالي thickening of the كيراتين layer لما يصير له accumulation على شكل زي ما حكينا على شكل hump يعني على شكل زي تلة صغيرة. هاي راح تعطينا more appearance of skin wrinkling. شو بيصير بالميلانوسايتس؟ الميلانوسايتس راح يصير decrease in its number and this will produce less melanin وبالتالي رح يعطينا different أو الـ distribution of melanin رح يصير different وهذه رح تؤدي إلى uneven melanin pigmentation and distribution وبالتالي رح تعطيني برضو look of skin aging. Again flattening of the dermal epidermal junction that is prone to blistering ومش بس blistering sagging كمان بهمنا بالنسبة للskin aging.
في الديرمس كل شيء حكينا عنه، الفايبروبلاست بقل النمبر اوف كولاجين برودكشن، الكولاجين بقل اتس كوانتيتي وبصير ويك ستراكشر، الاستين بصير في عنا الاستوسيس اللي هي ثيكن فايبرز وذ ليس الاستيسيتي. الاستوسيس ما بعرفش اذا ذكرناها برضو بالاندر جراجويتس. الابيدير الاكسترا سيلولار ماتريكس بصير له ريدكشن ان اتس كوانتيتي، and the blood vessels بصير لها dilatation and بصير thin وبالتالي easily raptures وبتعطينا بصير يتكون عند الشخص، يعني مجرد خبطة صغيرة بصير في عنده اللي هي احنا بنسميها تروما او لها اسم تاني مش عم بحاول اتذكر شو اسمها. بصير في عنا يعني blood underneath the skin. في السبكيوتينيوس لاير هاي ما ذكرناها نسينا نحكيها، في السبكيوتينيوس لاير انه فيها فات بتصير loss and thin weakening of the retaining ligaments والblood vessels بتصير اقل، sweat glands بتقل والسيبيشيس glands برضو بتقل، مع انه هي هاي المفروض تكون كمان بالإبيديرمس بالديرمس سوري، والهير شافت fewer and thinner with less pigmentation. هي حقيقة هاي لو أنا بدي أفصلها بحطها تحت الديرمس لاير، خصوصا الهير فوليكلز والسويت جلانس والسيبيشس جلانس. الإكسترنسك ايجينج اللي هي الأوتسايد فاكتور اللي هي الانفيرومنتال فاكتور، هاي كلها والأكسلريت الكرونولوجيكال ايجينج زي السكن اليو في لايت، زي السموكينج، النيوتريشن، زي هرمونال ديس اوردرز، كمان كرونيك ديزيز كلها راح تأثر على السكن ايجينج. اكيد ريبيتيتيف فيشل اكسبريشنز بيكون عندهم مور رينكلز عن الناس اللي ما بيعملوا فيشل اكسبريشن، والجرافيتي كل هاي بنسميها extrinsic factors. نبلش بالفوتو ايجينج. الفوتو ايجينج caused by UV light. ال UVB penetrates only into the epidermis which is responsible for the redness and blistering of the skin associated with sun exposure and this will lead to sunburn. أما الـ UVA penetrates more deeply into the dermis that will relates to photo aging. فحقيقة إذا أنت بدك تعمل protection against sunburn تقدر تحط sunscreen اللي بغطي UVB، بس إذا بدك تعمل against wrinkles يفضل تستخدم UVA. فالـ UVA اللي هو طبعا الـ UVB shorter wavelength عنده shorter wavelength بس واللي هو higher energy طبعا، عشان هيك بعمل لنا redness. وينه redness؟ بعمل redness redness للسكن لانه له higher energy. اما ال wavelength اللي هي ال A عندها longer wavelength with lower energy وبس هاي عندها ال penetration هاي higher، خلينا نكتب هون higher penetration power than UVB. عشان هيك إذا أنت كنت قاعد في الصيف في البيت وتحت ورا الشباك، مين بوصل لك من ورا الشباك؟ UVA، لأنه it can penetrate through the glass and reach your skin and it reach the dermis حتى. أما إذا أنت كنت قاعد ورا الشباك وبدك تتعرض لل UV light علشان مثلا vitamin D production، فما رح تستفيد لأنه UVB ما رح يوصل لك عن طريق ال it will not penetrate through the glass to reach your skin and stimulate the production of vitamin D3. بس التنين causes cancer والتنين causes sunburn، يعني مش بشرط إنه بس واحد، التنين. هنا a picture of photo-aged skin، فصار في عنا coarse wrinkle وطبعا أكيد this will lead to dryness and brown spots وأكيد leathery appearance بسبب ال intrinsic بسبب ال extrinsic factor in compared لل intrinsic factor. في عنا three type of reactions to UV exposure. أول واحد اللي هي free radical formation due to UVA، ثاني واحد direct cell death لأنه high energy، هاي
higher energy, high energy. هذه lower energy بس قلنا شو مالها penetrate deep into the dermis فممكن تؤدي إلى cell death بسبب ال UVB and the matrix metalloproteinase enzyme will be stimulated بسبب ال UV light. وحكينا هذا بيعمل chop للكولاجين. في راديكالز شو بتعمل؟ reactive oxygen species. الفري راديكالز أو بنسميها reactive oxygen species. طبعاً شو معنى free radicals؟ يعني اللي عندها لون أو عندها بس odd number of electrons. هذه طبعاً بتكون chemicals أو oxygen molecules with uneven number of electrons. فشو بدها؟ بدها تسرق إلكترون تاني. It want to steal another electron. إما بتاخدها من الليبيد أو بتاخدها من الدي إن إيه أو بتاخدها من البروتين. فIt is a reactive oxygen species. The ROS stands for reactive oxygen species that leads to breakage of important molecules. تهجم على الدي إن إيه تعمل mutation and cell death. تهجم على الكولاجين تعمل cross linking وبالتالي أو حتى على الإلاستين والجلايكوز أمينو غلايكان تعمل cross linking that leads to skin firmness and decrease elasticity وبتهجم على الليبيد تعملنا lipid peroxidation وبالتالي هذه الليبيد لما يصيرها peroxidation membrane lipids that leads to loss of its fluidity and elasticity that will impair طبعا its function and it may also lead to cell rupture بسبب ال lipid peroxidation. فإذا هدول الراس reactive oxygen species can damage your collagen, can damage the cell membrane of your cells and even it can causes death of the DNA لأنه يعني ممكن تعمل genetic defects في ال DNA وخصوصا أكثر واحد susceptible في DNA هو الجوانين susceptible للoxidation by reactive oxygen species فبيعطيني إشي اسمه deoxyguanosine طبعا وهذا يعتبر أصلا deoxyguanosine biomarker لل presence of oxidative damage في DNA اوكي هاي برضو another figure بتوضح لنا انه بيصير في عنا DNA fragmentation increase matrix metalloproteinase in compare للtissue inhibitor of matrix metalloproteinase احنا في عنا عشان نكون extracellular matrix بطريقة nice بيصير في عنا دائما remodeling للextracellular matrix اللي هي اللي موجودة في الدرمس فبتكسر وبرد بيصير له build again يعني بتكسر عن طريق الماتريكس ميتالوبروتينيز وبعدين في نفس الفايبروبلاست بتفرز الانهيبيتر للماتريكس ميتالوبروتينيز ذات بريفنت الام ام بي انه يشتغل وبالتالي بيصير في عندنا ريمودلينج للاكسترا سيلولار ماتريكس فاذا زادت الريشيو اوف ام ام بي على تيشو انهيبيتر للام ام بي راح يصير في عندنا اكيد ديفكتس في الاكسترا سيلولار ماتريكس ميمبرين افكت زي ما حكينا بيعمل ليبيد بيروكسيديشن والإنزيماتيك سيستم راح تتأثر أكيد لأنه الإنزيماتيك سيستم عادة تشتغل لما تشوف في عندي أنا فري راديكال شو ربنا خلقنا إشي اسمه natural antioxidants زي السوبر أوكسيد ديسموتيز it is a natural super الصد اللي هو السوبر أوكسيد ديسموتيز وهذا وظيفته سوبر أوكسيد ديسموتيز إنه يمنع ال أو يعني سكافنج نقول السوبر أوكسيد أنايون فري راديكال هذا اسمه سوبر أوكسيد أنايون فري راديكال وبيحوله إلى سوبر أوكسيد ديسموتيز بيحوله إلى هيدروجين بيروكسيد مثلا السوبر أوكسيد ديسموتيز هذول كلهم يعتبروا إنزيماتيك ناتشرال أنتي أوكسيدانس ذات will involved in the inhibition of the formation of free radical that will damage our cells. من ضمنهم الجلوتاثيون بيروكسيديز كمان برضو
هو involved في إنه يمنع ال participate أو في neutralization of lipid و other peroxides والهيم أوكسيدز كمان another antioxidant that prevents برضو ال peroxidation of the الهيموغلوبين. إذا صار في عنا DNA damage ال UVA act through the oxidative stress forming a reactive oxygen species that will damage the DNA and lead to cancer. هو طبعا بيحكوا انه مش بس الA والA والB. الB impact on the DNA in the cell creating damage which may lead to cancer also اللي هو non-melanoma skin cancer. فبوث حقيقة A and B involved in cancer بس كل واحدة إلها different mechanism of the formation of cancer. في عنا إشي اسمه advanced glycation end products اللي هو الـ age. كيف بيصير الـ age؟ طبعا بالنسبة هلأ ذكرته أنا بشوي اللي هو الـ free radical برضو أنا يعني حابة إنه أنت تكون قارئ الأندرغراجويت أساس إنه فيه معلومات توضح لك بطريقة مختصرة كيف بيصير إيش الإفكت أوف فري راديكال على سكين إيجينج وإيش لازم نعمل علشان نمنع الفري راديكال فورميشن وإيش لازم يعني إحنا رح نحكي عن الناتشرال عن الأنتي أوكسيدنتس بالكريمات بس يعني موجودة بالسلايدات بطريقة أوضح. سوري هلأ نحكي عن الأيج Advanced Aging. الأيج Advanced Aging End Product هاي عبارة عن Post Translation Modification of Collagen by Sugar نسميها اختصار Age. طبعا هاي ما بدها أي إنزيم وعادة الجلوكوز أو أي شجر free reducing sugar زي الجلوكوز بيصير له اتحاد bind with البروتين زي DNA أو زي الكولاجين وبعدين هذه الglycated protein بتعمل cross-link مع another protein لما دائما نحكي كلمة cross-link means إنه this protein become rigid easily teared easily cracked less elastic and the formation of irreversible كروس لينك زي ما حكينا اللي هذا بيكون مور داميجينج او ايزيلي تيرد او كراكت. بالنسبه لليو في دامج following structural changes in the DNA there is an altered expression of oncogen in the tumor suppression genes اللي هو ال P53 هلا حكينا عنه ال P53 اللي هو يعتبر suppression suppressor protein will be activated in the presence of UVB. بصير في عنا high incidence of mutation in the P53 genes. زي ما حكينا P53 genes هو a suppressor protein play important role in blocking the cell cycle after exposure to DNA damage agents or killing the cells to avoid multiplication of damaged cell. اللي حكينا طبعا هو من اسمه tumor suppressor protein. The induction of detectable level of P53 in human epidermis after UV exposure is relevant to skin carcinogenicity. No indication of the skin carcinogenicity. بالنسبة للcollagen and photo damaging. الكولاجين هو الميجر ستركتشر كومبوننتس اوف ذا اكسترا سيلولار ماتريكس لما رسمت لكم في البدايه الديرمس وحكيت لكم انه الميجر كومبوننتس هو الكولاجين والماينر هو الالاستين 70% اوف ذا دراي ويت اوف ذا سكن اللي هو الكولاجين فاذا صار له ديجريديشن از بليف تو بلاي ا رول ان ذا فورميشن اكيد اوف رينكلز فممكن يصير في عنا كروس لينكينج للكولاجين عن طريق اليو في لايت عن طريق الرياكتيف اوكسجين سبيشيز عن طريق يعني حتى عن طريق على فكره الايج الادفانسد جلايكيشن اند برودكتس برضه بعمل كروس لينك وزي ما حكينا الكروس لينك هذا بيكون انسوليبل اند ليس الاستيك فبعمل انتر مولكيولر كروس لينكينج بتوين اللايسين ريزيديو ان ان ادجيسنت
كولاجين هيليكس. تعرفوا الكولاجين زي شكله زي الـ DNA على شكل الهيليكس، وبالتالي راح يصير في عنا كروس لينكينج أو this bond between the lysine residue and the adjacent collagen. It is non-reducible, that increases with age, and it arises from the free radicals and from طبعاً UV light and from زي ما حكينا الأج. This cross-linking of collagen. The matrix metalloproteinase, هذا الإنزيم that is produced زي ما حكينا أو synthesized from the fibroblast. هو عبارة عن zinc peptide protein complex أو إنزيم. في عنا different forms، مش بس أربعة، في عنا حوالي 20 matrix metalloproteinase, not only four. 20 يعني one identifies من هدول zinc dependent endopeptidases. الكولاجينيز واحد لفور are specific for collagen. هلأ في عنا الكولاجين، تعرفوا في عنا different type of collagen, type 1 و 2 و 3 وحتى 7، هدول موجودين في السكن. بس ال other type of collagens ممكن تلاقوها في الكارتليج، ممكن تلاقيها في ligaments، في أي في different part of your skin, of your body. الجيلاتينيز ال A and B are non-specific من ال matrix metalloproteinase. والستروميلايسين واحد لحتلاتي دي are specific للفايبرونوكتين. فايبرونوكتين موجودة في تقريبا إذا شفتوا، إذا متذكرين الديرمال إبيديرمال جنكشن، هذا الممبرين تحته في إشي اسمه فايبرونوكتين أو فايبروتيكولار لامينا. طبعا الفايبرونوكتين هو عبارة عن الانسوليبل سيلولار ستركتشر، it is insoluble، وهو عبارة عن glycoprotein, high molecular weight glycoprotein، موجودة عند الديرمال إبيديرمال جنكشن. Okay, it binds the membrane spanning receptor protein اللي هو الانتجرينز مع الأذر extra cellular matrix مثل الكولاجين والفايبرين، فبعمل زي كأنه binding between the membrane and the collagen. فإذا this will specifically degrade the fibronectin واللامينين والكولاجين type 7 اللي موجود في الانكرينج fibrils. الانكرينج fibrils. الإلاستيز انكرينج fibril. الإلاستيز طبعا بعمل degradation للإلاستين. هاي كنت دائما احكيها للطلاب انه very important تتذكر الافكت اوف UV light على السكن، وتكون حافظ هاي الفيجر. UV light بعمل induction، هذه بالنسبة للفانكشن 7 induction للفيتامين D3. طبعا sometimes we use UV light، طبعا اللي باللون الأخضر هاي الأدفانتجز تبعت الـ UV light for treatments of certain disorders زي psoriasis and it kills pathogen of the skin. بس من الـ disadvantage of UV light أكيد photo aging اللي هي الإلاستوسيس and degradation of الـ skin الكولاجين. DNA damage بسبب طبعا الـ UVB زي ما حكينا and genetic mutation that will lead to activation of P53. This will lead both genetic mutation that leads to abnormal cell proliferation and DNA damage leads to immune suppression. حتى الـ UV light نفسها بتأدي إلى الـ immune suppression اللي at the end leads to carcinogenicity. برضو it causes sunburn and suntan. هاي بالنسبة للـ UV light. هنا بفرجينا هذا الفيجر إنه الـ chronological agents والـ photodamaging agents. الـ UVB تتذكروا حكينا عن التوليمر إنه بيكون موجود على شكل thymine dimer، فبالتالي this will lead to toliomer signaling that will lead to increase the formation of or shortening of the toliomer that leads to entering of the cell into senescence and also it leads to SOS-like response. ما بيهمني لأنه بيؤدي إلى الكانسر formation. هذا بالنسبة للفوتو ايجينج اليو في لايتس.
برضو يعني مين لليو في بي، برضو اليو في اي لها دخل على التايمين دايمر، بس اليو في اي اكثر لها دخل على الكودينج اوف دي ان اي اند ليدز تو ميوتيشن اوف ذا دي ان اي اند كانسر. الكرونولوجيكال ايجنتس طبعا بسبب الريبيتيشن زي ما حكينا بيأثر التوليمر وبيؤدي الى السيل سينسنس. هذه نفس الحكي برضو بتهمني انك تعرف الانترنسيك والاكسترنسيك فاكتور اللي بيؤدوا الى انكريز الروس فورميشن. لما يزيد الروس بسبب الانترنسيك والاكسترنسيك فاكتور، احنا حكينا في عنا ناتشرال انتي اوكسيدنتس بتعمل سكافنج لهدول الروس، بس ات سيرتن ايج ات سيرتن يعني كونسنتريشن اوف ذيس روس راح اسكيب، اند وبالتالي راح تؤدي الى دامج، اما راح تؤدي عمل لنا اوكسيديتيف oxidation of the cellular membrane lipids with DNA أو بتعمل لنا activation of اللي هو اسمه mitogen activated protein kinase CGEN وال extracellular signaling related kinase وال P38 kinase. This will lead to activation of AP activated protein 1 with loss of transforming growth factor beta receptor اللي بتؤدي إلى reduction of the collagen production, reduction of يعني the collagen metabolism من ضمنها reduction of pro-collagen type 1 و 7، برضو collagen disorganization and destruction, inactivation of tissue inhibitor matrix TIMP inactivation, بس activation of FMP and induction of MMP synthesis 1 و 3 و 9 اللي كلها بتؤدي اما الى reduce الكولاجين production او increase its degradation. بالنسبه للروس كمان بتزيد بتعمل stimulation of البرو انفلاماتوري سايتوكاينز جينز اللي هي increase the nuclear factor كابا بيتا اللي بتزيد الانفلاميشن. لما يزيد الانفلاميشن راح مره ثانيه يزيد الروس، وبالتالي بيزيد كل هدول نسميهم احنا الممبرين اللي هم ترانس ممبرين بروتين. هذا بالنسبه للانترنسيك ايجينج اللي هو اللي زي ما حكينا الكرونولوجيكال ايجينجز اللي وي كانوت افويد. اما بالنسبه للاكسترنسيك ايجينج راح يصير في عندنا بسبب الفري راديكال فورميشن ان اكسترنسيك ايجينج راح يصير في عندنا إلاستين ميتابوليزم اللي راح يؤدي إلى الإلاستوسيس إندكشن أوف تروبو إلاستين mRNA ليفل أند إلاستين أكيوميليشن إن ذا إكسترا سيلولر ماتريكس اللي راح تؤدي إلى أجين الأمورفوس جل إلاستين فورميشن اللي بيكون هذا الإلاستين ثيك أند كويلد اللي برضو إيزيلي كراكت أند نوت إلاستيك يعني very important. هاي بصراحة هاي very important نعرفها، نعرف إيش الإفكت of the extrinsic factor وبالتالي إيش رح يعمل activation لهدول transcriptional factors زي الـ AP1 زي الـ transforming growth factor أو الـ tissue growth factor في receptor 2. هدول كلهم اللي بيؤدوا الى اما بيؤدوا الى suppressing the pro collagen synthesis او بيؤدوا الى الاكتيفيشن اوف الام ام بي او بيؤدوا الى inactivation of the tissue inhibitors. طبعا النيوكليير فاكتور كابا بي بتزيد الانفلاميشن وبتزيد الرس مره ثانيه وبترد السيركل تعيد حالها، فهذا very important figure صراحه. والالاستين بس او الإلاستوسيس أكتر شيء طبعاً بيصير بسبب الإكسترنسيك إلاستوسيس بسبب الإكسترنسيك فاكتر. يعني الإكسترنسيك فاكتر هو بيعمل إنهيبيشن. إيش قصدنا بالإكسترنسيك فاكتر؟ اليو في لايت. الإكسترنسيك فاكتر هو اللي بيعمل إنهيبيشن للليكوسايت إلاستيز اللي بالتالي بيؤدي إلى increase the accumulation of elastin in the extracellularly اللي بيؤدي الى formation of this elastosis. نفس الشيء كله هذا الحكي. smoking شو بيعمل؟ smoking بيعمل vasoconstriction وبالتالي بتؤدي الى reduce the number الاكسجين والنيوتريشن into the skin. When you decrease the blood flow بسبب الفازو كونستريكشن، فبالتالي بيؤدي إلى decrease the nutrition, decrease the oxygen supply
and increase the inflammatory byproducts اللي هم the free radicals اللي راح تعمل نفس الإفكت اللي إحنا هلا شفناه بالفيجر هاي الرص اللي بتأدي إلى activation of AP1 and activation of the matrix metalloproteinase أو suppressing the transforming growth factor أو activation the nuclear factor كبابي. فيعني very مهم إني أنا أخذ antioxidant أساس إنه ما يصير في عنا زيادة في reactive oxygen species. The net effect إذن في عنا decrease in collagen production and its turnover. The quality of your collagen and elastin بتصير poor لأنها بتصير cross-linked and decrease the quantity of the matrix components and also it affect the gland secretion بتصير less. طبعا الاكت اوف سموكينج كمان نحكي عنه. الاكت اوف سموكينج بتعمل لنا ليب كريز, بصير في عندنا رينكلز اراوند ذا ليبس, اند بتعمل لنا كراوز فيت بسبب السموك اوف ذا سيجاريت. جرافيتي لها تاثير when the skin constantly pulls down بسبب الجرافيتي اون ذا بودي, خصوصا على عمر الخمسين بتقل كمان الإلاستيسيتي of the skin وبالتالي بيصير عنا dramatic effect of gravity على the skin وبيصير في عنا sagging. حتى بقول لك the tip of the nose will droop and the ears will elongate, the eyelid will fall and the jaw lines will برضو will be formed and the upper lip of the lips will become down and become less pronounced. كل هاي after the age of 30 يعني 50 اللي راح تؤدي الى decrease او تؤدي الى aging appearance. Thank you. هيك خلصت المحاضره. يعني هي interesting وبنفس الوقت فيها شويه